السلام عليكم ويا اهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد. اليوم مقطعنا راح نحكي فيه عن العاب اساءت للاسلام نسخه كابكوم. وليش نسخه كابكوم؟ لانه هي من اكثر الشركات اللي كان بلعبها اساءت للاسلام، وحتى في العاب ما حذفوهم هيك خلاص تركوهم ولحد الان. فخلينا نحكي عن اصل الموضوع شويه. راح نلاحظوا انه اغلب الالعاب اللي نحكي عنهم راح تكون نازله بالفتره اللي هي بين 2000 لحد 2010، والسبب برجع انه بهذيك الفتره بالضبط تحديدا فتره 2002 لحد 2007 8، هذيك الفتره كان صوره المسلمين عند العالم كله انه هم الشياطين بسبب الاحداث اللي صارت مع امريكا بهذيك الفتره. وكونك بتحكي عن امريكا اكبر دوله بالعالم، فبرضه هم عندهم اكبر اعلام، وكونوا عندهم اكبر اعلام فقدروا وجهوا الاعلام ليخدم مصالحهم باي شيء، زي ما حاليا قاعدين بوجهوا فيه انه يخدموا جماعتهم. فكان توجه الاعلام هذيك الفتره انه يفرج العرب والمسلمين تحديدا انهم مجموعه من الارهابيين. وهالشي شفناه بكل شيء، مسلسلات، افلام، العاب، حتى كرتون. مثلا عندك فيلم ايرون مان الاول اللي بلش عالم مارفل السينمائي، جوا احداثه راح تشوف انه المسلمين عباره عن نوعين، يا اما بكون بني ادم جاهل او بكون ارهابي. وهالشي ما وقف عند الافلام، برضه شفنا العاب بتحاول تهين مسلمين او حتى انها تجيب رموز اسلاميه جوا العابها بطريقه مهينه. وانا اتفهم انه في عندك فرق لغه، فبشكل عام هذيك الفتره العرب ما كان لهم اي ظهور بسوق الالعاب، صح كنا نلعب بس ما كان عندنا هالظهور الكبير اللي زي حاليا. فكانت الشركه من تطور اللعبه ممكن تضيف موسيقى جوا هاي اللعبه، وجوا هالموسيقى تلاقي فيها اساءه للدين الاسلامي. بس كونك بتحكي عن ناس ما بيعرفوا بالعربي ومش مسلمين، فهم مش عارفين شو هالإشي، فكانت مرات تمرق عليهم. وكثير شغلات لما شافت هالشغلة راح عدلتها وحذفتها. بس اليوم معنا أكبر واحد فيهم، كابكوم. كابكوم هي أكثر شركة رقت لها ألعاب بتهين فيها الإسلام، وأنا ما بحث عن هالموضوع وطولت شوي بالمقدمة لأنها كانت بدها شوية شرح. فخلينا نبلش بالألعاب اللي أساءت الإسلام نسخة كابكوم. وإذا حابين يكون في جزء ثاني تنسوش تدعموا المقطع، فرجوني تفاعل فيه، وبرضه تشتركوا بالقناة. اللعبة الأولى معنا هي لعبة زاك أند ويكي، لعبة صدر بال 2007 من كابكوم على جهاز الوي. وأول نظرة إليك للعبة راح تقول أوكي لعبة أطفال زي ألعاب بتنزل على الوي، هيك بتحسها نمط ماريو. بس قصة اللعبة بتقول لك إنه زاك وويلي اللي هم بكونوا بقراصنة أو مش عارف بحارين على السفينة، فبيوم الأيام توصل سفينتهم لعن جزيرة استوائية، وعلى الجزيرة الاستوائية في بكون عندها قوم بدائيين أو نقول عنهم مش متحضرين. وبعرض الجيم بلاي الأول للعبة شفنا مجموعة من سكان القرية قاعدين بيعملوا حركاتهم الطبيعية، كونك تحكي عن ناس بعاد عن الحضارة. وبواحد من المشاهد كانوا قاعدين بيقرصوا حوالين النار، وفجأة بدون أي سابق انذار بروحوا بركعوا لهاي النار بعد ما يسمعوا هالإشي. وزي ما انتم شايفين هالإشي هو إساءة مقصودة للمسلمين، وفرجوا انه هذول المسلمين عبارة عن ناس بربرية ما بفهموا اي اشي من الحضارة. بس الحلو انه كان الجيم بلاي هذا نازل قبل ما تنزل اللعبة. فكان عندك مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية، عرفوا عن هالاشي وراحوا مباشر لكابكوم واشتكوا لهم. فكابكوم قالت ايه بالغلط يا جماعة الخير، صدقني بالغلط، وراح حذفوها قبل ما تنزل اللعبة رسميا. طب نروح للعبة الثانية وعنا ريزيدنت ايفل 4، اشهر لعبة موجودة عندهم اتوقع هيك. وبريزيدنت ايفل 4 كابكوم شوي رفعت سقف التمادي شوي كثير لفوق. لما بواحد من مناطق اللعبة كانوا يعرضوا لك باب، وهالباب لما تطلع عليه بالضبط تقول تدقق راح تكتشف انه هالباب هو نفس الباب الموجود بالحرم المدني، وحرفيا هو ما في اي شيء ممكن يقول لك انه لا ترى هذا تشابه بالتصميم، لا هو نفس التصميم بالضبط. الفرق الوحيد انه بلعبة ريزيدنت ايفل 4 حط لك شعار المنظمة الشريرة اللي باللعبة على هالباب، وهو ما كان في إساءة كثير واضحة زي اللي قبلها أو اللي رح يجي بعدها. يعني هاي هي أخف إساءة موجودة بهالفيديو، هم ماخذين بس شكل الباب تمام، يعني مش عاملين إشي زي اللي صار قبل فرجوك المسلمين بربريين أو إشي زي رح يصير قدام. ولما كابكم دلت إنه هالباب ماخذ تصميمه بالملي من واحد من رموز الأساسية بالدين الإسلامي، اللي عملته بكل بساطة هو ولا إشي، خلاص تركته لحد الآن موجود. اللعبة الثالثة معنا من كابكوم هي لعبة ريزيدنت ايفل 5، اللي هنا وصل مرحلة التمادي
لإشي أكبر بكثير. الهم إنه بواحدة من المراحل بتوصل فيها إنك تكون ماشي بمكان وبتوصل عند مكتبة. ولما تدخل لها المكتبة رح تلاقي إنه في كثير كتب مرمية على الأرض. ولما تدور بين هالكتب رح تلاقي إنه في عندك القرآن الكريم مرمي على الأرض. وهون أنا مش ممكن أحط لهم أي عذر. بالأول قلنا إنه جزء أخذوا الصوت وهم مش دارين شو هو. بالثاني قلنا إنهم ما عملوا أي إشي غير إنهم أخذوا شكل الباب وحطوه جوا اللعبة. بس هون لا، هون جت تمادي. يعني لما مطور اللعبة راح يدوروا على نماذج لكتب، فلو قلنا انهم اخذوا نموذج من الانترنت وحطوه جوا اللعبة وهم مش دارين شو هو، فهالاشي كثير غبي. لانه بكل بساطة اي نموذج لكتاب مثل القرآن الكريم راح تلاقي مكتوب اسمه القرآن الكريم او اقل ما فيها كلمة القرآن. فمجرد بحث بسيط راح تلاقي انه هو الكتاب الخاص بالدين الاسلامي. وانت عندهم كل هالكتب اللي بالمكتبة امسك ترميته على الارض كأنه مثله مثل أي كتاب عادي. فالواضح أنه هالإشي كثير مقصود من المطورين. وإذا أنت راح تدافع عنهم راح تقول لي أنه الشركة ما لها دخل وهذول المطورين هم اللي حطوا جوا اللعبة. طب مش مفروض اللعبة تتراجع 500 مرة قبل ما تنزل على السوق؟ أنا ممكن أتفهم أنه يكون هالإشي موجود بلعبة موجهة بس لسوق واحد والسوق هذا بكره المسلمين بطريقة شنيعة. أما لما تعمل لعبة موجهة لكل العالم وأنت بهاي اللعبة عامل إهانة لأكثر من 1.5 مليار بني آدم، فطبيعي راح تلاقي ردة فعل كبيرة من الجمهور. وفعلا كان في ردة فعل كبيرة من الجمهور. ولما وصلت لكابكم كابكم صدق إيه بالغلط مرة ثانية سامحونا وراح حذفوه. طيب أكبر لعبة راح نحكي عنها اللي هي ديفل ماي كراي 3. وهون وصل مرحلة التمادي عند كابكم لأعلى ليفل، خلاص سكروا اللعبة. اللي هو بكل بساطة أنك بواحدة من المناطق راح توصل عند باب، وجوا هاللعبة راح يقولك إنه هالباب هو الباب يوديك لعالم الجن والشياطين. ولحد هون عادي كونك بتحكي عن لعبة اسمها ديفل ميك راي، الشيطان ممكن يعيط. فهون راح تقول ماشي، بس لما تطلع على هالباب راح تشوفه انه حرفيا بالملي ماخوذ من باب الكعبة. يعني انا مش عارف، معقول انتم مش عارفين الكعبة؟ ونفس الكلام اللي قلته مع القرآن الكريم بتطبق هون. يعني اذا انتم اخذتونا نموذج من النت فاكيد مكتوب انه ذا دور اوف كعبة، ومجرد بحث بسيط راح تعرف انه هذا هو باب الكعبة، أهم علامة عند المسلمين. وهاي المرة ما كان في أي تغيير مثل التغيير اللي صار بريزدنت إيفل 4. لا، هم جماعة أخذوا الباب بالضبط زي ما هو. فمجرد ما تطل عليه لمدة ثانية واحدة راح تعرف إنه هالباب هو باب الكعبة. وهاي اللعبة صدر بال 2005، وريزدنت إيفل 4 بال 2005، وريزدنت إيفل 5 بال 2009. فهم كانوا بالفترة اللي قلت لكم عليها. صح، نسيت أقولكم الأحداث ما حذفوا باب الكعبة بعد موجود باللعبة. فهاي كانت حلقتنا عن ألعاب أساءة الإسلام النسخة الخاصة بشركة كابكوم. إذا حابين يكون في أجزاء ثانية بس مش لكابكوم طبعا، اكتبوا لي الكومنتات وتنشر لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. ومع السلامة.